بنتناول الآن النقاط الأساسية أو العناصر التي سنتناولها في هذا الجزء تحت عنوان Stability of Control Systems. أول حاجة Effect of the Characteristic Equation Roots on Stability. تاني حاجة بنشوف الديفرنس الفرق ما بين ابسوليوت اند ريلاتيف ستابيليتي. الشروط الضرورية التي واجب توفرها لإجراء الاختبار للاستقرار. طرق تناول الاستابيليتي كنترول سيستم بدون حساب الجذور للكاركترستيك ايكويشن اوف ذا سيستم. من هذه الطرق هورويتز استابيليتي وبنعرف الشروط مؤكدة التي تؤكد لنا اختبار الاستابيليتي، كذلك الشروط الكافية لاختبار الاستابيليتي بطريقة روث. عند اختبار بطريقة روث بتواجهنا two difficulties، بعض الصعوبات عددها 2 فقط. applications of the Ruth stability criteria، تطبيقات التي تستخدم فيها Ruth stability. بعد كده Nyquist stability criteria، definitions the gain margin and phase margin. طرق البيانية لحساب gain margin and phase margin. هذا ما سنتناوله في هذا الجزء الخامس.